على دستور هذا العام مهرجان الحالة لأحسن مايورا. صيفت كم مشارك هنا كنقول بلي زعما جميع السهرات اللي دازوا للبارح ولا قبل داز أحسن مستوى. اليوم بالونسينا مي دوماج الأحوال ديال الطقس ما سمحاتش أنه تكون السهرة اليوم. كنضربوا الجمهور المدينة البيضاء والمغرب عامة مواعيد مقبل إن شاء الله مع النسخة الثانية من المهرجان ومجموعة من السهرات اللي جاية إن شاء الله. شكرا. تاريخ عريق وعنده واحد باكا غيابية المغاربة كاملة كيعرفوها، والحمد لله احنا بهذا اللون هذا قدرنا اننا نخدمو حفلات داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن بطبيعة الحال، والحمد لله شرف لنا هذا. الجمهور الحمد لله خد هاد الفكرة بالصدر الرحيم، ما شافش لنا تقفل ولا شي حاجة. كنتمناو ان شاء الله احنا دابا باقيين درنا لابارونس باقي ان شاء الله يلاه غنديرو الباسيون ديالنا، ونتمنى ان شاء الله يكون في شي خير. وشكرا لجريدة معكم محمد المسناوي عازف مجموعة شيب مسناوة. اليوم كنتواجدوا في الدار البيضاء ساحة ماريشال في مهرجان الحال، وكانت سهرة جميلة والمطار ديال الخير كما كتشوفوا. وإن شاء الله كنتمناو ألبوم جديد يصدر قريبا وينال الإعجاب ديالكم. تحية للجمهور كامل المسناوي وغير المسناوي، تحياتي. جينا من الحج باش نحضروا ونشاركوا في هذا المهرجان ديال الحال. أخبان مرة أخرى إن شاء الله، والشي راه زوين تبارك الله، وكل شيء مزيان والناسين مزيانة وقصة زوينة، الناس تبارك الله كل شيء مزيان، ونتمنى والله إن شاء الله نعاودوها مرة أخرى إن شاء الله وتبارك الله عليكم. كما كتشوفوا أن المهرجان الحال حنا كمنظمين شاركنا في المهرجان ديالنا اللي هو الختام، وكان جميل جدا مع الجمهور. ويعني هنايا في ساحة ماريشال يجيو لها الناس بزاف وتفاعلوا معنا، الحمد لله داز داك الجو.